الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا بابا. انت بوظت اعصابنا. وحشتيني. طارق بقول لك ايه؟ هبطل عيش قنديشة. اسمها المعيشة المغربية. دي ست مغربية في حالها ملهاش في أي نشاط. هم بتوع علم الروحانيات. معيشة إيه وكلام فارغ؟ بقول لك دي عيشة قنديشة. دي ست اللي خلصت. إيه ده بس يا معتز؟ إحنا ما صدقنا رجعت لنا. إهدى إزاي يعني؟ أنا هروح لها. يا معتز بيه الست ملهاش دعوة بحاجة. أنا طارق اللي أقول إيه ولا ملهاش؟ أنا اللي شفتها. الست سافرت. كانت مأجرة الشقة لمدة شهر في العمارة. وانت اخر واحد شفتها وهي رايحه المطار. يا طارق انتوا متحفظين عليا ولا ايه؟ حقيقه احنا كنا متحفظين عليك. يعني سرقة طوان جميل، خطف وانسه تحت التهديد، تعدي على رجال شرطه. طوان برضه مش سهله معتزمين. بس بعد ما التقرير الطبي طلع وأثبت إنك كنت في حالة صدمة وانهيار عصبي، تقدر حضرتك تيجي تتفضل معايا ونقفل المحضر. ماشي يا طارق بيه، حاجة معاك، بس تديني العنوان. عنوان مين؟ عنوان الست المغربية. ألف بركة إنك بخير يا معتز. والله العظيم أنا كنت هتجنن لما عرفت من عم نوح إن هو سابك تمشي. أنا مش عايزاك تخاف. أنا ما قلتش للحكومة إن أنت خطفتني غصب عني. لما سألوني قلت لهم إن أنت سبتني أمشي على طول. طب والله العظيم إن شاء الله إن شاء الله هتروق وهتبقى زي الفل. وهتحلق دقنك دي. ولا مش مهم. تعجبني بدقن ومن غير دقن. رد عليا يا معتز. مش عايز تخرج من البيت يا معتز، تيجي نروح نقعد في اي مكان انت عاوزه. سندس، سيبيني يوم ولا اتنين كده وانا هبقى اكلمك واجيلك. انت عايز نمشي؟ انا تعبان، محتاج استريح. حاضر همشي. طب والنبي ما تتأخر علي، طمني عليك على طول. اقول لك انت لو اتأخرت علي انا هكلمك. ماشي. الحمد لله على السلامة يا معتز. ازيك يا سندس؟ ازيك يا استاذ صابر؟ كويس ان انت جيت علشان انا كنت همشي واسيبه. روح انت يا سندس وانا هكلمك. السلام عليكم. عايز ايه؟ عايز اقول لك الحمد لله على سلامتك. ما حلو. جاي تقول لي الحمد لله على سلامتي ولا جاي عشان تتفرج عليا؟ على قتيل اللي متصور فيديو، او المجنون اللي غاب 40 يوم ما يعرفش عنهم حاجه. انت شفت الفيديو يا معتز؟ اه شفت الفيديو. اللي حصل ده مش هيعدي غير لما اعرف حصل ازاي ومين اللي وراه. انت هتتهمني تاني يا معتز؟ وتالت ورابع. انا مفيش ورايا حاجه. ومش هسيب حد مش هشك فيه. ومش هسيب حاجة حصلت لي يا صابر بسببك أو بسبب غيرك غير لما أعرف حصلت إزاي. من أول دم إلهام والطلاسم لحد الأربعين يوم. واضح إن الذاكرة رجعت لك بزيادة شوية. أنا شفت إلهام تاني. شفتها في الطريق وأنا ماشي بالعربية. شفتها زي ما أنا شايفك كده يا صابر. تقدر تقول لي بقى الجثة اللي مرمية في المشرحة دي بتاعت مين؟ الجثة اللي انت شفتها دي يا معتز اختفت.
احنا ما رضيناش نقول لك، لكن العميد نبيل كلمني وعايزك تروح له بكره. عايزنا نروح له ليه؟ الرفاعي ابو الهام متهمك انك انت خفيت الجثه. معتز لازم تفوق بقى من اللي انت فيه، ترجع تشوف الحقيقه من غير اوهام. انا ما عملتلكش حاجه، انت صاحبي، اخويا الصغير. انا لا صاحبك ولا اخوك ولا عايز منك حاجه يا صابر، ونصايحك وكلامك المتستف ده وفرهم لروحك، وانا هجيب حقي. حقي والحقيقه الاثنين مربوطين بسلسله واحده. في ايد انس زيي وزيك، في ايد جن بيطير او ماشي على الارض برجلين معيز، هجيب حقي يا صابر. اعمل اللي يعجبك يا معتصم، بس لما تعرف تفرق ما بين الحقيقه والهلاوس اللي خلتك تشوف رجلين معيز، ساعتها هتعرف تلاقيني. بعد اذنك يا سليمان بيه.